gold medalist and world champion, representing Tunisia, Gofrain Belkir. سمراء بلون الهيل كل الفخر بها، سمراء جميلة صغيرة طموحة، تدلت ضفائرها لتوشح أكتافها كما وشحت سماء تونس بالذهب. لا تفارق الابتسامة محياها في تحد صارخ لكل العوائق نحو التألق والإبداع. نعم، هي غفران بالخير ذات 20 ربيعاً، الرباعة وبطلة تونس في رفع الأثقال. غفران بالخير التي أهدت مؤخراً لتونس ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال للرجال والسيدات. غفران الاستثناء جعلت من قاعات الرياضة ملاذها الوحيد لتحقق الحلم وتعانق المجد رغم العقبات. ابنة الجنوب وتحديداً المدو جابس انطلقت من رحم الفقر والمعاناة وكسرت حاجز العجز لترفع راية تونس عالياً وتعطي شعبها جرعة تفاؤل في وقت تمر فيه البلاد بوضع اقتصادي واجتماعي عصيب. قولي غفران، أول حاجة تعملها من اللي تحل عينيك تجي للصالة تترين؟ أول حاجة نعملها نجي نترينا صباح وعشية، وذيك هو معناها نهارك فيش يتعدى ونترين موكا هاو. قد ايه تقعد تترينا كيكة الصباح؟ ساعتين الصباح وساعتين عشية. كل يوم هكاك؟ كل يوم نسل. ولا على خطر عندك تحذيرات؟ لا حتى من غير تحذيرات نقعد نترينا باش تجي كومبيتيسيون متاع حاضرة. احكي لي على تشحنت، واحكي لي على تحذيرات قبل وقت اللي أنت غاديكا في الكومبيتيسيون، واحكي لي احكي لي. ساعة تحذيرات البطولة العالم كانت مزروبة برشا بحكم كانت كورونا، والآخر دقيقة معناها مانيش عارفة باش نلعب ولا بعد حضرنا في مدة صغيرة برشا، معناها عاودت رجعت من الصفر خاطر كنا ما نترناوش، القبة مسكرة، الكومبلكس مسكرة على الكورونا. حضرت البطولة العالم في 2.5 شهر، معناها حاجة كبيرة برشا إني وصلت رجعت في 2.5 شهر ومشيت ولعبت بطولة العالم والحمد لله.